طبعا هو دي عادة الأوبرا وقطاع الإنتاج ورعاية الأستاذ الدكتور خالد جلال، وهو معودنا إن احنا دايما نشترك في الحفلات بالسلك القومي، واحنا اعتقد احنا شغالين معظم الحفلات نتيجة للإقبال اللي علينا، والحمد لله بدأ قبول من الناس. دي تقريبا من رابع سنة، وكل سنة بتزيد عدد الرواد وعدد المشاهدين بيزيد عن سنة. السنة دي الموضوع بقى معروف جدا، بقت علامة من علامات الأوبرا في شهر رمضان ان يكون مشارك بفعاليات كتير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا الأوبرا هنا فيها حفلات جميلة جدا وترفيهية جدا للأطفال والكبار، وكلها بجد بجد احنا نشكر وزارة الثقافة على الترفيه اللي احنا فيه، بجد متشكرين جدا. رمضان كريم. عايزه اقول لكم رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. بصراحه المهرجان هنا يجنن، في طبعا شغل فقرات سيرك وفي حاجات للاطفال جميله جدا، وفرقه رضا والقوميه. طبعا بنشكر دكتور خالد جلال ووزاره الثقافه كلها عامه، حاجه هايله بصراحه، وانصح اي حد ان هو يجي مكانه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. الحفله هنا في دار الاوبرا اللي منظمها وزاره الثقافه رائعه جدا، فيها فقرات من السيرك القومي والفنون الشعبيه والبيت الفني للثقافه، وجو اسري جميل. وكل سنه وانتم طيبين. انت رايك في الحفلات نفسها، وهل شايف دي ممتعه ولا شايف؟ طبعا طبعا بتخاطب ذوق المواطن المصري في ان هو احياء التراث القديم بتاعه، من ناحيه زي الليله الكبيره، هل هلالك، فقرات السيرك، في للاطفال الوان، فمتاحه لجميع فئات الجمهور.